السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا المواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. القراءه دي هتكون دقيقه جدا، ركز في ادق التفاصيل وما تنساش تقولي اللي انطبق عليك من القراءه في الكومنتات، وطبعا ما تنساش اللايك الجميل والتعليق اللي بتصلي فيه على الحبيب. كل اللي مطلوب منك الفتره دي يا برج الكوز، بلاش الركود وبلاش التسرع، وابعد عن اي حاجه يكون فيها احباط ليك. ركز على نفسك عشان الفتره اللي جايه هيكون في تقدم وفي خير باذن الله هيعوم على حياتك كلها. عايزك تهدي اعصابك ونشوف مع بعض ايه الاخبار وايه التوقعات باذن الله كلها خير. تفكير، عندك طاقه تفكير، ومن طاقه التفكير دي هالات سودة تحت العين، تساقط شعر، وجع في الجسم بسبب قله النوم. عندك حيرة، رغم ان انت اخترت الطريق الصعب، انت ما بتختارش الحاجة السهلة، ده اجمل ما فيك، بتحب تختار الحاجة الصعبة اللي تتعب فيها. بص، البومتين اللي قاعدين لك برضو مرصودين لك، البومتين اللي بيحاولوا يأذوك بكل الطرق بيحاولوا يكسروا هدفك. عندك شراء ملابس، شراء هدوم جديدة، شراء حاجة معينة في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله. خلي بالك انت هنا عندك سحر، والسحر ده ممكن يكون جاي لك من طرف ثالث متدخل في حياتك او بسبب مشاكل وضغط نفسي عندك هنا، فخلي لي بالك من الايام اللي جاية، ويا ريت تشغل الرقية الشرعية على طول، وتحاول على قد ما تقدر تنام كويس علشان النغزة اللي في قلبك دي والألم اللي في ظهرك ده مش طبيعي، ده بيزيد عندك في ايام معينة، بيزيد عندك، بتحس انه في مشاكل. خلي بالك انت كمان اكتر الفتره دي عندك نفور مع الشريك، رغم ان هيبقى في صلح وهيبقى في كلام، بس انا عايزه اقول لكم انه انتوا عندكم سهم او عندكم حرب او عندكم مواجهه مع حد. في كمان لبس فستان، الفستان ده ممكن يكون مناسبه حلوه او كلام حلو باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت هنا عندك بقى، يعني اقدر اقول لك ان انت عندك هنا الفتره اللي جايه هتكون فيها انفراجات. انت عشت فتره من الياس، عشت فتره من الظلم، عشت فتره من الحيره والتعب وشيل الهموم لوحدك، وده طبعا حاجه تعبتك جدا الفتره اللي فاتت دي علشان تخاب املك او تخاب ظنك. هنا كمان انتوا عندكم ورق هيخلص او ورق عاطل، الورق العاطل ده او الورق اللي هيخلص ده هيكون خير باذن الله. اكتر يعني ما فيكم انتوا بيحبوا البحر او بيحب يقعد على البحر، في فسحة او في خروجة او في حاجة تخص البحر انتوا هتروحوها الايام اللي جاية، ممكن تروحوا تقعدوا مع حد في البحر الله اعلم. في كمان حبة لهفة، حبة اشتياق جواكم، مشتاقين لحد بعيد عنكم، مشتاقين لحد غايب عنكم الله اعلم، بس انت عندك اشتياق كبير، اشتياق فظيع الفترة دي. في كمان هنا حد من الابراج عندك بيحكم بالعدالة، حد بيحكم يعني حد بيحكم كده بالعدل، ما بيعرفش الخيانة ولا بيعرف الظلم، دايما بتلاقيه كده حاكم بيقول لك الحق، ما بيحبش ينافق، ما بيحبش يزود في الكلام، بيحب ان هو يقول الحق حتى لو هتخسره كتير. الحد ده موجود عندك وهيفضل دايما يقول الحق، فانت لو عندك مواجهه معاه او عندك يعني كلام وهو هيكون قاعد هتطلع منها منصور، علشان هو هتلاقيه بيقول الحق باذن الله. في كمان هنا رقم خمسة، رقم خمسة ده الله أعلم ينعمل لك إيه، بس من ورا خمسة، من ورا رقم خمسة في تشابك، التشابك ده ممكن يكون قاعدة. مين هنا العلاقة السامة؟ في علاقة سامة، حرف السين ده أذيك، حرف السين ده تعبك نفسيا ومزود همومك والضغط عليك. في كمان هنا ان انت قلبك طيب، طول عمرك قلبك طيب،
واللي في ايدك مش ليك، واللي في ايدك مش ليك، بتدي كتير قوي، بس انا شايفه ان انت اتحولت بقى، يعني انت اتكسرت كتير اكتر من مره. هتقولي ما اتكسرتش، هقولك اتكسرت اكتر من مره، وبسبب كسره القلب انت اتحولت. مش هقولك ان انت اتحولت لحد شرير، بس اتحولت لحد تكون فاهم الحياه اكتر، اتحولت لحد تكون خلاص خلاص هديت شويه. خليلي بالك هنا من نفسك، علشان المواجهة اللي هتحصل مع الأبراج الترابية هيكون في كلام كتير جارح، فانت اللي هتقرر ايه اللي هتعمله، وانت اللي هتقرر بإذن الله تقول ايه. البعض منكم ناويين يزور الدكتور، في عندك هنا استشارة مع دكتور، او عندك علاج، او عندك حد هيتصل بيك ويقولك تعالى روح معايا. الله أعلم، انت عندك هنا خطوتين للدكتور، وفي نفس الوقت بعض منكم ناوي يعمل عملية، ناوي يخرج نفسه من الهموم اللي هو فيها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، اقدر ابشركم بخطوبة، بزواج، بفترة حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية، من اجمل ما فيكم الحاسة السادسة. وعشان كده في علاقة صداقة هتتحول لحب، او انت ناوي على بداية جديدة، ناوي على حاجة جديدة تدخل فيها الفترة اللي جاية. واقدر اقول لك ان انت ما تقلقش خالص، ليه؟ عشان جاي لك من وراها خير، بس انتوا بتغيروا جدا على الناس اللي ليكم، بتغيروا جدا على الاشخاص اللي في حياتكم. يا ريت الغيرة بتاعتكم تكون هادية، وما تحاولوش تطلعوها بشكل سريع، لا اهدوا كده شوية وحاولوا بالراحة، وحاولوا ان انتوا واحدة واحدة، علشان خاطر الهم اللي انتوا شايلينه، وعلشان خاطر ما الشريك ما يحسش ان انتوا بتحبوه اكتر فهو يجي عليكم. وانتوا خلي بالكم دايما اقول لكم ان انتوا عندكم فشل في علاقاتكم العاطفية، ليه؟ علشان ما بتلاقوش، ما بتختاروش الشريك الصح. انتوا قراراتكم كلها صح في كل حاجة، قراراتكم صح، بس في اغلب الامور هيكون عندك انفراجات حلوة من ورا العاطفة، لو انت اخترت صح، لو انت اخترت صح. في حد هيجيلك من الابراج الترابية وهيعتزلك. الحد ده كان بينك وما بينه علاقة على السوشيال ميديا، كان بينكم وما بينه مواضيع، الله اعلم، هيبقى فيه اعتذار، ممكن يكون في كلام. انت لازم تتخلص من الحسد الشديد اللي عليك. انتوا دايما متألقين، دايما واثقين في خطواتكم، واثقين في اهدافكم، واثقين في كل حاجة تخص حياتكم. وطبعا هو ده اللي مدخلكم في الحيرة اللي انتوا فيها. انت عندك وجع اليومين دول في الكتف زايد قوي الفترة دي، ليه زايد؟ علشان انت شايل هم كبير، ومش ناوي تتخلص من كل الطاقات السلبية اللي انت فيها، رغم ان هيكون عندك انفراجات حلوة ومواجهات برضو حلوة، وفي نفس الوقت هيكون عندك خبر مفرح هيفرحك جدا، وهتكون مبسوط باللي انت بتعمله. هل انت الفترة دي، مش هقولك ان انت اديت ظهرك لناس كتير، بس بدأت تطن شوية، اغلب الوقت تليفونك صامت، بدل ما كنت بتمسك التليفون 24 ساعة بدأت تقول خلاص واحدة، انا التليفون مش هيفيدني في حاجة، انا هفضل ماسك التليفون هستفاد ايه؟ بدأت تغير من نفسك، ما بقاش يهمك رنة التليفون بتاعتك، ما بقاش يهمك كل شوية تمسك تليفونك، اتغيرت، انت اتغيرت 180 درجة، ومحدش عارف ان انت اتغيرت. انت ساكت وبيسألوك انت فيك ايه، انت مالك، هو ايه اللي حصل، اسئلة كتير جدا. في كمان هنا حاجة حلوة هتحصل لك الفترة اللي جاية لو هديت اعصابك شوية، يعني ممكن ورا المواجهة اللي هتكون في حياتك دي هتكون كمان في امور حلوة، او في انطلاقات حلوة. خلي بالك انت هتزيد اتصالاتك، هتزيد شغلك، هتزيد امور عندك في حياتك الفترة دي، ليه؟ علشان انت ناوي تغير من نفسك. اليومين دول لو هديت الاعصاب بتاعتك هتلاقي نفسك عندك قدرة تعمل حاجات جديدة، هتلاقي نفسك كسرت الروتين اللي في حياتك، علشان هتعمل كذا حاجة مفرحة بإذن الله. خلال بالظبط 5 ايام هيكون عندك خبر حلو، الخبر ده هيحسن من طاقتك، ممكن يكون خبر شفاء لحد، ممكن تسمع خبر حلو يخص صحابي، يخص حد ليك، الله اعلم. بس الخبر ده انت بمجرد ما هتسمعه
صدقني هتكون مبسوط جدا جدا. اغلب امورك اللي بيظهر لك عليها السحر هي وجع في الجسم غير طبيعي. اول حاجة ان انت بتحس ان انت مهموم، بتحس ان انت حزين، بتحس ان انت فيك حاجة زايدة وحزن فجأة من غير اي سبب. انت كاره المكان اللي انت فيه جدا، بس عندك خوف من بكرة قوي، خايف من بكرة، خايف من اي حاجة تخص بكرة، خايف ان انت تحصل لك حاجة تضايقك وتزعلك. يعني انت الخوف اللي عندك ده مش طبيعي، رغم ان الفترة اللي جاية اقدر اقول لك ان هتكون فترة مليئة بالمفاجآت، هتكون فترة مليئة ان انت هتحصد كذا حاجة زرعتها في حياتك، بس انت عندك خيبة امل من اشخاص كتيرة جدا في حياتك، من اشخاص ظلموك. انت حواليك ناس كتيرة جدا، حواليك ناس بالهبل، بس الناس اللي حواليك دي مش هقولك ان هم بيطعنوك، مش هقولك ان هم بيغدروا بيك، انت مش حاسس ان في حد حواليك، محدش بيطبطب عليك، محدش بيقولك مالك، محدش بيقولك احنا جنبك، انت بتعمل كل حاجة لوحدك. يعني لو انتوا متجوزين فانتوا مش حاسين ان انتوا متجوزين، لو انتوا مرتبطين في مشاكل وفي امور مضايقاكم، ولو حواليكم كتلة من الناس برضو حاسين نفسكم لوحدكم. ليه؟ علشان انتوا اتعودتوا دايما تعتمدوا على نفسكم، اتعودتوا دايما ان ما تعتمدوش على حد، وعلشان كده دايما واثقين في كل خطواتكم، ودايما واثقين ان ان شاء الله باذن الله اموركم هتتحسن. ولو انتوا مخطوبين تخلوا بالكم من اي طرف ثالث يتدخل في حياتكم، يعني لو انتوا عندكم علاقة مع حد برضو تخلوا لي بالكم، ما تخلوش اي حد يتدخل في حياتكم مهما يكون المواضيع او مهما يكون الكلام. مين الشخص القصير اللي ما بيهتمش بنفسه قوي؟ تحسوا كده مش مقرفانين منه، بتبقوا متضايقين منه، او اول ما بيدخل عليكم نفسكم بتتسد من الدنيا واللي فيها. مين الشخص ده؟ او مين الشخص اللي انتوا كارهين عشتكم معاه ومش عايزين تكملوا، او عايزين انه امورك تبقى معاه؟ الله اعلم، بس انت هنا عندك امور هتظبطها الفترة دي علشان خاطر ناوي تعمل كذا حاجة موجودة في حياتك، هتعزز من نفسك، هتطلعك من ضغط، هتطلعك من حيرة، هتطلعك من هم. ارجع واقول تاني، عربية امور، انا شايفاكم راكبين عربية، العربية اللي هتركبوها دي هتكون فيها، هتكونوا انتم مبسوطين، هتكونوا مبسوطين جدا بيها، او هتكونوا فرحانين، الله اعلم. يعني هيكون في امور حلوة، خلي لي بالك من نفسك. انت عندكم اخبار بسم الله ما شاء الله، يعني طال انتظارك، طال اشتياقك في الامور في الحياة. حسيت ان الدنيا خدت منك ناس كتيرة جدا، او اتحرمت من ناس كتيرة جدا، بس ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه الفترة اللي جاية، او ربنا عايزك تكون ايه. انت هتكون احسن من سنين، يعني من ايام فاتت، حالتك النفسية هتتحسن واحدة واحدة، ما تستعجلش. كل اللي مطلوب منك ان انت تقرب من ربنا وما تسمعش كلام حد. انت هنا خارج او طالع او ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتك الفترة اللي جاية. ليه؟ عشان هيكون عندك بدايات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، والشخص اللي زعلان منه ان شاء الله هيجيلك ويعتزلك في اقرب وقت. اول حاجة كده، انت الفترة دي عندك طاقة تفكير، الفترة دي بتلملم افكار او بتلملم هموم وترميها ورا ظهرك. عندك هنا حيرة، او عندك خوف، عندك قلق في مواضيع انت مقلق منها جدا، او مقلق من الشريك، شايفه لك كمان قلبك مكسور. القلب ده بيدل ان انت اليومين دول حزين، داخل في طاقة كبيرة، وفي نفس الوقت حيران، او حاسس ان انت مش واخد حقك من الناس دي. عندك هنا ظروف، الظروف دي كانت قاسية عليك في يوم من الايام، حان وقت ان انت تغير من نفسك، حان وقت ان انت تسعى لتحقيق الاهداف بتاعتك. في كمان هنا طريق، والطريق ده
طويل طويل جدا. اي نعم مساحته فاضية، بس الطريق ده انت اللي هتحط فيه اللي انت عايزه في حياتك، يعني انت اللي هتقدر تتحكم فيه بقدر المستطاع. في كمان هنا منصب، المنصب ده ممكن يكون هترشح نفسك لوظيفة جديدة، هترشح نفسك لحاجة جديدة، الله اعلم. بس انت هنا عندك منصب حلو، والمنصب ده بيدل ان انت هتكون في ترقية او هتكون في ذمة عالية. دايما اقول لك الست اللي قاعده لك ومرصوده لك هي من المقربين ليك، الست اهي قاعده وعماله تجيب في سيرتك، الست دي من المقربين لحياتك. في كمان عندك حد رفيع، الحد الرفيع ده ملامحه حلوه بس جسمه رفيع، ممكن تكون هما الحد ده الست دي حامل، او الست دي ممكن تكون مستنية مولود، الله أعلم. بس الست دي مستنية طفل عندك في حياتك، خلي بالك منها، أو خليها تخلي بالها من اللي حواليها أكتر. البعض منكم ممكن يكون الفترة دي هيخرج من أزمة، البعض منكم ممكن يكون هيخرج من حيرة. انت اترمى عليكم السهم، او حان وقت ان انتوا ترموا السهم على الاشخاص اللي في حياتكم. عندك هنا طاقة فرج، طاقة الفرج دي هتجيلك بمساعدة حد هيساعدك وهيدعمك وهيقف معاك في اغلب الامور عندك. انت ناوي، وطول ما انت ناوي هتلاقي طرق كتيرة جدا تتفتح قدامك بإذن الله. في هنا كمان حرب، الحرب ده او كلام، انت سمعت الكلام ده من حد ضايق زعلك، حسيت قد ايه الشخص ده مش كويس، الشخص ده تعبك في حياتك. فانا بسم الله ما شاء الله شايفه لك طاقات فرج، شايفه لك طاقات حلوه هتفرج همك باذن الله. في هنا كمان حد في ضيقه، والحد اللي في ضيقه ده مخنوق بقاله مده ومهموم، وانت واقف جنبه او انت عايز تساعده، الله اعلم. دايما يظهر لك حرف الام وتحتيه كسره قلب، فخلي بالك. عندك كمان تشبك او لم شمل، او هيبقى فيه كلام بينك وما بين حد. عندك حد بوشين، الحد ده تنقيل كلام ما بين الطرفين. في كمان هنا فرحة، الفرحة دي من بعد التعب اللي انت عمال تعاني بيه المدة دي. ممكن كمان يكون عندك ربط احداث شديد الايام دي، علشان هتربط كذا موضوع ببعض وهتطلع منه نتيجة مذهلة باذن الله. انت رامي همومك على ربنا، وفي نفس الوقت منتظر مكالمة، منتظر لقاء، منتظر حاجة معينة في حياتك. فالايام اللي جاية دي لازم تستعيد ثقتك بنفسك اكتر او تزودها. انا بيعجبني فيك ان انت دايما ثقتك في نفسك عالية وكبريائك مرفوعة فوق جدا. عندك هنا حروف، والحروف دي دايما اقول لك موجودة في حياتك بتأذي فيك. عندك حرف الالف، وحرف الدال، حرف الواو، حرف الحاء، حرف السين، دول موجودين في حياتك وبيأذوك. خلي بالك من نفسك اكتر الايام دي. بص الشخص او الحد اللي عامل زي التعبان اللي بيلف حوالين رقبتكم، الحد ده عمال يخنق فيكم لدرجة ان انتوا الحد ده انتوا بتعانوا من ايه، بتصحوا كده من النوم مخنوقين، بتحلموا بكوابيس، عندكم حد بيأذي فيكم من ورا ظهركم. وفي نفس الوقت في ست كبيرة، الست الكبيرة دي بتدعي لكم بقضاء حاجتكم، بتدعي لكم ان ربنا ينصركم ويقضي حاجتكم بإذن الله. بفضل ربنا هيكون عندك قضاء حاجة. انت بقالك مدة عامل زي البحر، يمين شمال، مش عارف ترس على بر، ولا عارف انت عايز ايه ولا ليك ايه. كل اللي انت فيه الهم والغدر اللي جاي عليك من المقربين. طبعا دي حاجة ازياء، بس في شوية تعب هنا ظهر لك على جسمك، شوية تعب انت مأذي فيهم. بتصحى في كسل وخمور رهيب. اكتر حاجة تعباك الايام دي هي الجسد بتاعك، رغم ان انت بتحاول تاخد علاج، رغم ان انت بتحاول تشفي نفسك بنفسك، بس في نفس الوقت عندك تعب جسديا. والرسالة اللي هتجيلك دي هتبقى خير ليك، علشان هيكون فيها بشرة حلوة بإذن الله، علشان انت دايما ناوي، انت دايما ناوي ان انت تعمل حاجة فيها خير. البعض منكم دمعته قريبة، البعض منكم دموعه نازلة من غير اي سبب، زعلان على نفسه او زعلان على ان هو قدم الخير كتير وما لقيش غير الشر، بيطعنوا فيك في ظهرك، بس انت برضو رامي همومك على الله.
في هنا شراء ارض، شراء بيت، شراء حاجه معينه في حياتك. انا مش هقدر افسر لك اكتر، بس انت عندك شراء حاجه معينه. طبعا علشان القراءه تنطبق على الكل، فهم اللي يحددوا ايه اللي هم عايزين يشتروه. البعض منكم ممكن يكون عايز يشتري عربية، البعض منكم يكون عايز يشتري هدية، البعض منكم ممكن يكون عايز يشتري ارض. بس هو اغلب الامور هيكون عندكم تغيير سكن باذن الله الفترة اللي جاية. انتوا عندكم هنا حبة، يعني انتوا ممكن تكونوا بتحبوا القطط، بتحبوا الكلاب، او بتحلموا بقطط، بتحلموا بكلاب، الله اعلم. عندك كلب وعندك قطة، لاما بتحلموا بيهم لاما انتوا بتحبوهم، الله اعلم. عندك هنا كمان ذنب عملته، والذنب ده انت بتستغفر ربنا الايام دي انه انت عملته من غير قصد، او عملته وانت مش قصدك، انت كان قصدك حاجة ورحت وقعت في حاجة تانية. فان شاء الله باذن الله ربنا هيغفر لك، علشان انت هنا هتشكر ربنا على الفرحة اللي طال انتظارها في حياتك. عندك كمان هنا حد، الحد ده اقدر اقول لك ان الحد ده في وجع في جسمه، بيشكي من ظهره او بيشكي من عينيه، في شكوى عنده بيشكي منها. الشخص ده مش كويس، الشخص ده بيأذي في كل الاطراف اللي حواليه، بس عامل حبيب، عامل ان هو كويس، عامل ان هو بيحب الامور العادية. اقدر اقول لكم ان انتوا كان عندكم علاقة مع ابراج مائية، عندكم علاقة مع برج السرطان، مع برج العقرب، مع برج الحوت، وانفصلته بسبب كلام، انفصلته بسبب طرف ثالث تدخل، الله اعلم. ممكن 90% ممكن يكون عندكم لم شمل الفترة اللي جاية، علشان انتوا رمين همومكم على ربنا. فلو عندكم علاقة مع الابراج المائية ياريت تخلوا بالكم، لو العلاقة رجعت تاني او حصل كلام او حصل عتاب او حصل اي حاجة، انصحكم بالهدوء التام، انصحكم ان ما تتسرعوش وتقولوا كل اللي عندكم، حاولوا اكتر تسمعوا وما تقولوش كل اللي عندكم غير لما تعرفوا الشخص اللي قدامكم عايز ايه. والست الكبيرة اللي بتدعي لكم دي ان شاء الله باذن الله دعوتها هتكون هتنجيكم من حفرة مرات اخ او سلفة او واحدة من عندكم هي متجوزة بتحاول توقعكم في كلام كتير جدا. انتوا هنا كاتمين وقافلين على نفسكم ببال، لاما دخلتوا في عزلة الله اعلم، بس انتوا هنا كاتمين على نفسكم كتمة كبيرة جدا، ومش عايزين، يعني مش عايزين حق تتكلموا مع حد ولا حد يتكلم عليكم. بتقولوا خلاص احنا نفسنا اتسدت من ناس كتيرة جدا، نفسنا اتسدت، مش عايزين نتكلم ولا عايزين نواجه، وقطعت علاقتك فعلا مع ناس كتيرة جدا، اتخزلت منهم او اتخنت منهم. عندك هنا ابن، والابن ده انت بتحبه جدا، او الابن ده انت بتطبطب عليه دايما وزعلان على امره، او زعلان على حد عندك مصدوم في صدمة، الله واعلم. في كمان هنا حد من الابراج الترابية، الحد ده يعني في ظلم وقع من انت، وقع عليك من الابراج الترابية ظلم، الظلم مش يعني مش مفسر قوي، بس انت منهم مظلوم، لان انت كنت مع حد مع الابراج الترابية وطالع من العلاقة، او طالع من نصبة، طالع من الله اعلم كان بينكم ايه، ممكن يكون كان بينكم شغل، كان بينكم قصة حب، كان بينكم علاقة على السوشيال ميديا وما كملتش. المهم ان انت طالع من الابراج الترابية مظلوم، طالع ودمعتك قريبة، دمعتك على خدك. وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يأذيني وكل اللي يكسر نفسي. لإما انتوا عندكم شريك حياة، لإما عندكم ابن، لإما عندكم اخ، حد عندكم مسجون، عندكم شاب مسجون. الشاب ده انتوا زعلانين عليه قوي، وليل ونهار مش شايفين الحياة ولا شايفين اي حاجة بسبب الشاب ده او بسبب الشخص ده، علشان بتقولوا ما كانش يستاهل كده، الله اعلم. حاول تهدي اعصابك الفترة اللي جاية، حاول توازن علاقاتك وتوازن امورك، علشان انت عندك امور هيكون فيها تحسن باذن الله. انت ناوي على طريق خير، وطريق الخير ده اقدر ابشرك بيه 100% انه ان شاء الله باذن الله هيكون تحته حلو جدا، يعني هتطلع منه منصور بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى.